اللهم ارض عنا عن شيخنا وعن والدينا وعن المسلمين. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في شعبه في كتابه الشعب، قال: ما زلنا مع فصل في من دعي إلى طعام فقدم إليه طيب. قال: وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريح الحناء. ثم قال: أخبرنا أبو أحمد الحسين بن علي، وذكر السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. قال رواه أبو عيسى عن قتيبة، وقال أبو عيسى: عبد الله هو ابن انتظر مسلم انتظر بن جندب. آمنة آمنة، عليك أن تعقلي، لا تكوني غرة، عليك أن تقولي. الصوفية وإن تلقفت الحق وأخذت به، أنبطل الحق؟ أما كان لفراسة المؤمن مكانة؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في الأمة محدث أو محدثون لكان عمر؟ أما وافق عمر ربه القرآن في 13 موضعا؟ قد ينظر وراء الظاهر، قد تجي. وأنا أستغرب منك جدا، أما مر عليك حديث أثنوا عليها خيرا وأثنوا عليها شرا، أثنوا عليها خيرا وشرا بإيش؟ أليس بالظاهر؟ أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: إن هذا بملء الأرض من هذا عند الله؟ ما بك؟ خوفك صار هوسا من الصوفية؟ الحق أحق أن يتبع. قالت به الصوفية، قالت به الشياطين، فهو حق ونأخذ به. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله جل في علاه: وكذلك يفعلون. قال: دعني للجن الذي يسرق. قال: دعني وأعطيك هدية. لا تبيتن إلا وتقرأ آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما: صدقك وهو كذوب. قال رحمه الله: أخبرنا أبو أحمد الحسين بن علي، وذكر السند لعبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. نعم. قال رواه أبو عيسى طيبة، وقال أبو عيسى: عبد الله هو ابن مسلم بن جندب وهو مدني. ثم نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وذكر السند إلى عبيد الله بن أبي جعفر رضي الله عنه وعنهم جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخروا بيوتكم باللبان والشيح. قال: هذا منقطع. ثم قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وذكر السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بخروا بيوتكم باللبان والشيح والمر والمر والصعتر. الصعتر أعتقد هو الزعتر. نعم سيدي، الصعتر بالصاد أو الصعتر بالسين أو الزعتر والحاشا. نعم رضي الله عنك، حفظك ربي. أقول إخوتي الكرام، هنا ختام الباب، ولله الحمد والمنة، ثم انتقل إلى باب الملابس والأواني. لا، ثلاثة لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. لأن الوسائد إذا أعطاك يعني وسادته فقد أكرمك، وهذا فعله أبو موسى الأشعري مع معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما قدم عليه، فألقى إليه وسادته وكريمته أو الوسادة يكرمه بذلك، فقال: ما بال هذا الرجل؟ قال: كان من المؤمن، كان من اليهود فأدخل الإسلام ثم ارتد. قال: والله لا أجلس حتى تنفذ فيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هنا كيف كانوا يقاتلون من أجل تحقيق الدين. فقال لا أجلس حتى أطبق فيه ما قاله النبي. فقام فضرب عنقه وقال: الآن أجلس. الوسادة كما قلت هي تكريم للصاحب. والدهن تعلمون أن السلام أمر بأن الدهن لا يرد، ويقصد بذلك الطيب. والطيب خفيف المحمل عظيم الرائحة، فلذلك لا يرد. قال: واللبن، ولأن لبن هو رضي الله عنك أحمدي، الله يجمع بنا في الجنة يا رب، ويستعملنا ولا يستبدلنا، ونعوذ بالله أن نبحث عن دنيا تضيع ديننا، ونعوذ بالله أن نكون من المزيفين أمام رب العالمين، ونعوذ بالله أن نكون خائنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، نعوذ بالله من ذلك. أقول إخوتي الكرام: واللبن، لأن اللبن ينزل منزلة الطعام والشراب. اللبن ينزل منزلة الطعام والشراب، لذلك قال: ثلاثة لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. وهذا أدب جم، وهذا من الأدب حقا، أنك لا ترد الطيب ولا ترد أيضا اللبن.
وفي رواية بخيلوا بيوتكم باللبان والشيح، يعني الحديث منقطع لم يصح. والثاني بخيلوا بيوتكم باللبان والشيح والمر والزعتر أو الزعتر، وهذه أيضا لم تصح. ونحن لا نفعل بشيء لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفعل شيئا يعني لم يصح على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستأنس به، ولا نقول البخور من أجل الطيب وتطيب رائحة المنزل. نعم، لكن هذا البخور بهذا الباب طبعا هو أصلا المقصود بها لو صح باللبان والشيحي، هذا المقصود بها هو تطيب المنزل. ويمكن أن يكون أيضا مطردة للهوام، يعني ممكن يكون الفائدة في ذلك مطردة للهوام. فمن فعل ذلك غير معتقد أنه يرد حسدا أو غير ذلك له، ومن فعل ذلك يعني على استئناس الحديث فله فيه ممدوحة. طيب ادخل على الباب الثاني بأول حديث فقط يا أحمد لو سمحت. نعم سيد أعود العنك. ادخل تقريبا أنا سيد أخطأت تقريبا لما قلت اللبان، هو تقريبا اسمه اللبان بضم اللام. وما هو اللبان؟ وما هو اللبان سيد؟ يقول اللبان شجيرة شوكة. نعم هو الصنوبر. الصنوبر يعني. جيد. نعم. ادخل في الباب الثاني حديثا واحدا سريعا. نعم. سريعا لان الوقت. قال الامام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الشعب الاربعون من شعب، قال وهو باب في الملابس والاواني وما يكره منها. قال اخبرنا ابو علي الرذباري وذكر السند الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعنهم جميعا انه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله في يمينه، واخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال ان هذين حرام على ذكور امتي. قال كذا رواه الليث بن سعد. نعم ماذا الحديث؟ رواه محمد بن اسحاق. ماشي. ابن يسار. نعم وهذا حديث عظيم جدا. قال عن يزيد بن ابي عبد العزيز بن ابي الصلب ابن ابي الصلب. فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الذهب والحرير حرام على الرجال لا على النساء، وهذه من الأحكام الخاصة بالنساء، وهذه من الأحكام الخاصة بالنساء. فارقت فيها الرجال في هذا الموضع بأنها حل لها الله في علاه الذهب والحرير من أجل الزينة. المرأة يعني هذا دأبها، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. الأمر في هذا الباب هو أن الذهب حرام على الرجال لأنه تشبه بالنساء، والرقة في النساء في الرجال يعني غير مطلوبة، أو آسف النعومة في الرجال لا تمكن لا تكون مطلوبة. رجل الناعم نواعم ويبقى مع النواعم، سمعت يا أحمد؟ ولكن الخشونة من حال الرجال اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، والشجاعة والقوة والإقدام من حال الرجال خلاف حال النساء. لذلك ناسب المرأة النعومة، ولذلك أباح لها الحرير، واختلف العلماء يعني الإجماع على جواز اللبس، لكن هل الافتراش يجوز أم لا خلاف فقهي مشهور من العلماء، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. والذهب كما قلنا حرام على الرجل لأنه الرجل لا يحتاج إلى أن يتحلى. حلية الرجل رجولته، حلية الرجل شهامته، جمال الرجل ليس في وسامته. هذا لا يعرفه إلا النساء، والنساء أيضا عندهم خبل إذا قيم الرجل بوسامته. الرجل لا يقيم الرجل بوسامته، المسألة زائلة. يقيم الرجل بشهامته ورجولته وما يملك وما عنده من النبل والخلق، هذا تقييم الرجل في هذا الباب. فلذلك لا يلبس ذهبا ليتحلى كأصحاب الوشم المخنثين في هذه العصولة نعيش فيها. والحرير أيضا على النعومة، والرجل لا يمكن أن يكون ناعما أبدا، لا يمكن للرجل أن يكون ناعما، لذلك حرم الله عليه الحرير. يأتي إن شاء الله الفاظ المستنبطة بأباب. أقول يتأكد قبول الطيب والدهن واللبن، فضل طيب الرائحة في المنزل وفي الهيئة وفي النفس. لعن الله الرجل من النساء، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم.